السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. ضيفي في هذه الحلقة هو الشيخ حسن الحسيني، المستشار الشرعي والتاريخي لمسلسل الحسن والحسين الذي أثار جدلا واسعا. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله في الجزء الأول من البرنامج مع ضيفي الشيخ حسن الحسيني، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، حياك الله. أريد، عندي نقاط كثيرة جدا تتعلق في مسلسل الحسن والحسين. الإسلاميون يعرفون بأنهم يعني هم الحلقة الأضعف في مسيرة الدراما العربية، لكن أطلوا علينا بمسلسل الحسن والحسين الذي يعتبر من الدراما الأضخم في العالم العربي. ماذا تريدون من هذا المسلسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما أشرت، يعني الإسلاميون الحمد لله تعالى نجحوا في عدة مجالات إعلامية، منها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، ومنها يعني حتى في مجال الكتابة وغيرها. لكن بالنسبة حق الدراما كان يعني هناك ضعف شديد، كان هناك بعض التجارب الموجودة المسرحية وبعض المسرحيات وبعض الأعمال الدرامية يعني عرضت على بعض القنوات، لكنها هزيلة جدا يعني. وأنا مستغرب يعني أن لماذا الإسلاميون أصلا تباطؤوا في مثل هذا الموضوع. لماذا؟ لأن تعتبر الدراما هي أقوى وسيلة إعلامية مؤثرة، والغرب يعني هوليوود من أكثر من قرن تحرك وفق هذه الأجندة الإعلامية المحركة. أعتقد نحن الإسلاميين قيدتنا بعض الفتاوى الشرعية، بينما انطلق يعني الأناس ذو المصالح التجارية وغيرها انطلقوا في هذا المجال، ونحن الشرعيون قيدتنا بعض الفتاوى بحرمة التمثيل مطلقا، وأخرى بتمثيل صنف دون صنف. لكن هل يعني هل يصح القول أنه هي ردة فعل على 14 عمل إيراني يتكلم عن هذه الحقبة؟ فهي ردة فعل ومحاولة لمجابهة الدور أو النفوذ الإيراني في المنطقة؟ طبعا كل عمل ينطلق من ردة فعل لا يمكن أن ينجح ولا يستمر. مؤسسة النور القابضة أو شركة النور القابضة القطرية هي صاحبة هذا المشروع، وهي أيضا طرحت مشاريع إعلامية. نحن الآن انتهينا من مسلسل حسن وحسين، والآن نقدم على مشاريع لأئمة في الدعوة، ويعني من خلال هذا البرنامج يمكن أعلن أن نحن الآن نحضر لمسلسل الإمام أحمد بن حنبل. نعم. طيب، وأيضا مسلسل الإمام بن تيمية، ونجد هذه الشخصيتين قد غيرتها ويعني في الواقع الذين عاش فيه. ايضا هناك مسلسل متعلق بحقبه امام حسن البنا ايضا، ولكن الثوره المصريه نوعا ما اخرت يعني اخذ الخطوات. فنحن نتعرض يعني لشخصيات دعويه مؤثره، وقد تكون عليها بعض الملاحظات لكن نحاول نسلط الضوء عليها. فابدا نحن في هذه المؤسسه، مؤسسة النور وأيضا ذراعها الإنتاجي مها، نحن نحاول أن نسلط الضوء على تاريخنا العظيم ما يتعلق بالصحابة ثم الجيل الذي أتى بعده. هو تمثيلكم لدور لأحمد بن حنبل أو بن تيمية يعني قد لا يكون في مشكلة كبيرة، بحكم أنه يعني أنت لا تتحدث عن الصحابة، لكن عندما تتكلم عن الصحابة أليس هذا يعتبر نوع من أنواع إثارة الفتنة بين السنة والشيعة؟ حتى منهج أهل السنة والجماعة هو الكف عما شجر بين الصحابة، عدم إغار الصدور على الصحابة، إلى هذه الأشياء والبحث في التاريخ بهذا الشكل قد يعني يؤدي إلى سوء الظن بالصحابة، فلماذا تنتجون مثل هذا المسلسل؟ طبعا بالنسبة لي أنا التعامل مع الصحابة والبيت بالنسبة لي ليست محاضرة أو كتاب، إنما هو بالنسبة لي مشروع انطلقت فيه منذ سنوات عبر محاضرة ثم كتاب كتيب ثم برنامج تلفزيوني، والآن يعني حاولت أن أصل السقف الإعلامي المؤثر الذي هو الدراما. فبدأنا بهذا المسلسل. طبعا انطلاقتي لهذا العمل هو إنما حب للبيت والصحابة عليهم رضوان الله. ثم لابد أن يعني فعلا هي فترة فتنة، لكن لابد أن نعلم هي جزء من الخلافة الراشدة التي أمر صلى الله عليه وسلم العض عليها بالنواجذ. وفعلا هناك علماء قالوا بعدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، لكن العلماء أيضا قيدوها، يجوز الحديث عن هذه الحقبة بشرطين، يكون بالعدل وبالعلم،
وإلا نرى أن الطبري يتكلم عن هذه الحقبة في تاريخه، وابن كثير يتكلم في بداية والنهاية، والذهبي في تاريخ الإسلام، حتى ابن تيمية يتكلم عن هذه الحقبة في فتاوى. فالعلماء تكلموا عن هذه الحقبة، لكن من يفتقد إلى العلم أو يفتقد العدل هو الذي حذر منه العلماء. عندما تثار هذه القضايا مجرد إثارة لإغار الصدور هنا المصيبة. عندما تأتي إيران وتنتج 14 عاما عن هذه الحقبة، ثم نحن عندما نقوم نحارب هنا المشكلة. يعني الآن هذه الحقبة استغلها البعض لإثارة الفتن، نحن ملزمون. أنا أعتقد هناك نوع من واجب كفائي في الدفاع عن الصحابة بكل الوسائل، المحاضرات، كتابات، كتب، أشرطة، برامج تلفزيونية. أنا حاولت أن أصل إلى أقوى وسيلة إعلامية مؤثرة هي دراما. لكن الآن الوضع في الربيع العربي تحديدا، يعني في قضية أنه اشتعال بين السنة والشيعة في عدد من البلاد في العالم العربي. فلما يأتي في هذا التوقيت بعد الربيع العربي في رمضان الفائت ويخرج هذا المسلسل، ألا يعتبر هذا نوع من سكب البنزين على النار؟ طبعا هو دائما يقال ليس في هذا التوقيت. يعني لو كانت الأمم المتحدة يقول لا تثير الموضوع لأن الوقت غير مناسب، الأمة ستفترق. وإذا كانت الأمم مفترقة يقول لك لا تطرح الموضوع، ستجد افتراقا، بالتالي لن نطرح الموضوع. طبعا أول العمل هذا بدأ من قبل أكثر من 3 سنوات، نعم، قبل ما تخرج هذه الثورات. طيب تلك الفترة أيضا كان الوقت غير مناسب. متى بدأ العمل يعني على يعني بدأ من كتابة النص عام 2008 تقريبا، من كتابة النص وخرج في 2011. أنا أريد أن أتكلم عن أيضا من الأشياء الشرعية التي دائما ما يتحدث فيها، ويبدو لي أنه أنتم أخذتوا انتقاد كبير، هي قضية تجسيد دور الصحابة. من المعلوم أنه المؤسسات الفتوى في العالم الإسلامي، الأزهر، الرابطة العالم الإسلامي، هيئة كبار العلماء في السعودية، كلها ضد تجسيد دور الصحابة. أنا أعتقد أن قضية تمثيل الصحابة والحكم الشرعي فيها مر بمراحل. يعني الفتوى التي صدرت عن علماء السعودية في السبعينات تزامنا مع فيلم الرسالة، نعم، هذه المرحلة الثانية بالتحريم. أعتقد المرحلة الأولى كانت هي الإباحة، وهذا ما أشار إليه الشيخ عبد الله بن جبرين في 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 فتواه. عندما طبعا الشيخ بن جبرين من المدرسة السلفية معروفة، بس المشهور عن بن جبرين أنه يمنع تمثيل الصحابة. قد يتبادل الذهن بداية أنه يعني يمنع، لكن أنا يعني قبل وفاتي اتصلت به شخصيا وسألته عن حكم تجسيد الصحابة، وذكرت له أمثلة. قلت نحن سنعمل عمل درامي ونظهر فيه صحابة يمثلون كمعاوية بن سفيان، كعبد الله بن عمر، كعبد الله بن عباس، وذكرت له عدت أسماء الصحابة. فقال لي قال لي أنا لا أقول، وهذا لأول مرة أذكر هذه المعلومة، نعم، قال لي أنا لا أقول لك يجوز، بل أقول هذا العمل فيه أجر عظيم. ثم أخذ يفصل في فتوته عبر الهاتف. إيش اللي فيه أجر عظيم؟ إنه تمثيل الصحابة ولا الحسن والحسين لا أجر العظيم عندما أنت تجسد هذا الصحابة وفق خلفية شرعية تريد أن تدافع عن الصحابة وتبرز مآثرهم. يعني الآن ما الذي حصل؟ 99% الأعمال الدرامية التاريخية إنما تنتج إما بغرض تجاري بحت. ما هذا أول عمل فيه رقابة تاريخية، رقابة شرعية. أنا حأتي على الرقابة، نعم، لكن أنا أتكلم عن ابن جبرين. يعني نعم، الشيخ ابن جبرين لم ينتشر عنه هذا الكلام اللي أنت تذكره، يعني طلابه ما ذكروا هذا الكلام. الغريب أن يعني تم تسجيل الفتوى بعد ما انتهيت أنا من اتصال، قلت اللي من معه فيه كان هو شيخ تكفل كان في الخفجي، قلت لو سجلوها صوتيا أريدها، فسجلوها. ثم لما رجع يعني مسجلة نعم، طبعا غير الاتصال. بعد ما انتهى الاتصال قلت لهم يعني أن لو يسجلونها كسؤال وجواب صوتيا، فتم تسجيلها. طيب، فلما طلبتها قالوا نحن نرجع للرياض ونصوغها ونختم تختم الشيخ جبرين ونبعثها لك. بعثوها لك؟ ما بعثوها لي. ليش؟ ممكن توجه السؤال لهم، يعني الظاهر ما أحبوا أن يعني تثار هذه القضية على لسان الشيخ جبرين. لكن بعدين بعد المراجعة يعني وجدت أن الفتوى أصلا موجودة في موقعه يعني، وأيضا مطبوعة ضمن الفتاوى. واستخرجت هذه الفتوى في من فم موقع الشيخ جبرين، وقد تفاجئ البعض أنه أجاز تمثيل الصحابة، وقال وهكذا يقال في تمثيل دور بعض الصحابة إن لم يكن فيه تنقص ولا كذب. وقصد بذلك هنا الأجر العظيم الذي أشار إليه، وقصد بذلك إظهار فضلهم وبيان جهودهم ليكونوا قودة في هذه الأفعال لمن بعدهم. المرحلة التي ذكرتها أن المرحلة الأولى في السعودية عند علماء السنة الإباحة، أشار إلى شيخ ابن جبرين قال ولقد أكثر المصلحون من هذه التمثيليات وظهرت فائدتها وحضرها جمع من كبار علمائنا وقروها، نعم، ولم يظهر في المرحلة الثانية الإنكار إلا من بعض المتأخرين بحجة أنها كذب.
وقد ذكر لبعض طلبة العلم في 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 في, في القصيم أن الشيخ الإمام السعدي نفسه كان يحضر بعض أنشطة المراكز الصيفية وكان يمثل فيها أدوار الصحابة وكان هو يقر بهذا الأمر. من اللي أفتى لكم بجواز هذا العمل بصراحة يعني؟ طبعا هناك فتاوى قديمة تقول بالجواز. لا أبي الفتاوى الخاصة لهذا العمل. نحن أيضا تحركنا بصار تواصل بيني وبين الشيخ القرضاوي وزرته أكثر من مرة في بيته، وطبعا الشيخ القرضاوي ما أراد أن يفتي حتى أن يطلع على النص، فاطلع على 5 حلقات بعضها، بعدها أجازنا بفتوى مكتوبة وقال أنا مع هذا المشروع قلبا وقالبا. أيضا تواصلت مع الشيخ سلمان عودة وصاغ فتوى مع الشيخ دكتور عبد الوهاب الطريري، وقع على هذه الفتوى أكثر من 17 من العلماء، منهم الشيخ ابن بيه، منهم الشيخ قيس المبارك، منهم الشيخ وهبة الزحيلي، علماء يعني من مختلف الدول يعني. طيب يعني أنت ما دام ذكرت قيس المبارك، الشيخ قيس المبارك قال لم أتكلم عن هذا المسلسل ونفى أنه أعطاكم فتوى. صحيح كلامه، لأن السؤال الذي وجه إليه لم يكن يعني أنا أقول السؤال الذي وجه إليه بصورة غير صحيحة، لأن إحنا الفتوى الذي صدرناه كانت أنا ماسك اللجنة الشرعية بناء على تنفيذ هذا العمل والأعمال القادمة عن الصحابة أو التابعين، فكانت فتوى عن تجسيد الصحابة يعني مش على المسلسل وليس على المسلسل. لكن أنت فلما سئلوا عن المسلسل هو وأيضا الشيخ خالد المصلح لما سئلوا عن المسلسل باسمه هم لا علم لهم بهذا المسلسل، لكن لو سئلوا هل ترى جواز تجسيد الصحابة لكان الجواب مطابقا. ذكرت أنت في المؤتمر الصحفي اللي سبق المسلسل أنه قاضي القضاة وإمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد هليل قلت أنه أعطاكم فتوى مع الإشادة. الشيخ أحمد أو الدكتور أحمد قال لم تصدر عني فتوى، ما صدر عني مجرد توصيات للجهة المعنية وصاحبة الاختصاص لتيسير الموافقات والتسهيلات والحجوزات لتصوير لتصوير برنامج إيماني رمضاني بعنوان مشاعل النور قصة وسيرة الحسن والحسين. يعني هو يقول لم أصدر الفتوى والإشادة التي تتحدث عنها. طبعا يعني النص الفتوى التي أظهرها الشيخ أحمد هليل موجودة عندي، وهو بالعكس كانت فيها وصايا أيضا تسهيل قضية التصوير، والحمد لله لما احنا دخلنا الأردن بموجب فتواه تيسرت لنا كل الأمور. ليش اسمه مشاعل النور وهو اسمه الحسن والحسين؟ طبعا لكثرة المحور بهذا العمل، فكان الأصل في البداية كان ما كنا وضعنا الاسم الحقيقي، هل نضع كان ظهر أول ما ظهر باسم الأسباط ثم باسم الريحانتين ثم باسم معاوية والحسن والحسين، كان الاسم غير يعني عندنا كجهة منتجة ما استقرينا على الاسم، ولذلك لاحظنا أن في أثناء رمضان بعض القنوات بثت المسلسل باسم معاوية والحسن والحسين وأغلب القنوات باسم الحسن والحسين. طيب هو صحيح الحسن والحسين ولا معاوية والحسن والحسين؟ الحسن والحسين. طبعا هو صار مشكلة مع الذي مثل دور معاوية اللي هو رشيد عساف. سأتي إلى رشيد عساف بعد قليل، لكن أيضا خليني يعني أختم بالمشايخ. نصر فريد، الشيخ نصر فريد واصل أيضا مفتي الجمهورية الأسبق، قال أحذر من استغلال اسمي وهدد بالمقاضاة، وأنتم استغليتوا اسمه في المسلسل. إحنا ما استغللنا اسمه. الآن إذا كان يقع اللوم ليس يقع اللوم على الجهة المنتجة أو الجهة التي مسكت الموضوع، على على على, على الشخصية نفسها التي وقعت ثم لما رأت ضجة حاولت أن تبرر موقفها. يعني الآن إحنا تواصلنا مع من؟ مع الشيخ عبد الوهاب الطريري، ولما أرسل للشيخ الفتوى وكانت فتوى بالتفصيل يعني 12 صفحة تقريبا، فكان تواصل بيني وبين الشيخ عبد الوهاب الطريري مع الفتوى مع التفصيل ثم يعني أسماء العلماء المشايخ ومنهم كان الشيخ النصر فريد واصل. طيب بعد ذلك طلبت من الشيخ عبد الوهاب الطريري التأكد من هؤلاء بأن حتى يعني شخصيا، فاتصل بهم اتصل عليهم شخصيا وتأكد، فالذي تواصل مع المشايخ هو الشيخ عبد الوهاب الطريري. ثم يعني ترمي الكرة في ملعب الشيخ؟ لا ما أرمي الكرة في ملعبه، لكن أقول يعني أنا تعاملت مع الشيخ عبد الوهاب الطريري هو الذي يعني 17 شخصية الأولى، لأن عندنا كان فتاوى ما يتعلق بالتواصل مع الشيخ سلمان العودة هو الذي استصدر هذه الفتاوى عن طريق الشيخ عبد الوهاب الطريري، ثم هناك أيضا كانت فتاوى فردية من بعض المشايخ الذين رجعت لهم. لكن الرقابة الشرعية هل كانت متواجدة أثناء التصوير؟ يعني كيف هي نص بس أجازة النص ولا 5 حلقات وخلاص ولا كيف يعني الرقابة الشرعية على المسلسل؟ طبعا عندنا أكثر من ناحية، الناحية الأولى اللجنة الشرعية التي
في قضية يجوز أو لا يجوز، من يجوز ظهوره وما لا يجوز ظهوره، هذه ناحية الحلال والحرام والضوابط الشرعية. نعم. هذه اللجان الشرعية التي أحلنا لهم الموضوع للمشايخ. الموضوع الثاني قضية النص. النص شكلنا لجنة تاريخية، منهم الدكتور علي الصلابي من ليبيا دكتور. سأتي أنا إلى التاريخي، أنا أريد الموضوع الشرعي تحديدا. الشرعي طبعا اللجنة هذه أعطونا جواز ما يجوز تصويره وما لا يجوز والضوابط، فعملنا بها. في النص أيضا لما كان الكاتب يكتب النص كان هناك بعض المخالفات الشرعية، فكنت أنا شخصيا أقوم بمراجعة كل هذه الأخطاء وتصحيحها. وأثناء التصوير أيضا كنت يعني 70% متواجد. تحضرون التصوير؟ كنت أحضر التصوير نعم. وفي غيرك يحضر التصوير ولا؟ طبعا كلجنة شرعية. لا أنا كنت الذي أحضر، وأحيانا أتى أيضا من سكرتير الشيخ القرضاوي حضر بعض الأيام. يعني خليني أتكلم معك بصراحة، يعني هل هذه الفتوى هي مقدمة لفتوى أخرى بتصوير الخلفاء الراشدين، ومن ثم فتوى أخرى ثالثة بتصوير الأنبياء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة للأنبياء هناك إجماع، يعني إجماع بعدم جواز تجسيس الأنبياء، لأن يعني ليس هناك دليل شرعي، وإنما هي المصلحة أن كل حركة أو سكنة أو قول أو كذا يعتبر تشريع بخصوص الأنبياء. طيب أما الصحابة أيضا المسألة يا أستاذ عبد الله اجتهادية، ليس فيها نص، بل عكس الذين قالوا بالجواز لديهم من الأدلة ما يستأنسون بها، أن الملائكة كانوا يتجسدون ويتمثلون بعدور على صورة بشر. طيب فعندهم ما يستأنسون به، الذين بالتالي القضية كلها مبنية على المصلحة والمفسدة. الذين قالوا بالحرمة غلبوا جانب المفسدة، والذين قالوا بالإباحة غلبوا جانب المصلحة. هو مش المفسدة، يعني هو قضية أنه أنت لما تمثل الصحابة هو نوع من الانتقاص منهم بشكل أو بآخر، ولذلك الصحابة لهم قدر عالي، فلا يناسب ولا يتناسب أن تمثل بمجموعة من الممثلين يمثلوا دور الصحابة. طبعا هذا القول الذين قالوا بالحرمة يعني رأوا هذه المفسدة موجودة في العمل. ولذلك نقول نحن ننظر إلى يعني أهل التخصص الإعلام، هل نرى نحن إذا كان هناك عمل موجود وفي ضوابط شرعية وفي رقابة وفي ناس في التاريخ ويظهرون على هذا العمل بهذه الصورة، هل سيكون هناك انتقاص الصحابة أم عندما نبرز هذا الصحابي بهذه القمة وبهذا الخلق يكون مدعاة للاقتداء به أصلا؟ يعني هل الموسيقى، ظهور الموسيقى والنساء من ضمن الضوابط الشرعية التي أقريت طبعا عليها؟ يعني طبعا أنا كشخصيا لا أرى بالمعازف، وأيضا يعني لو في إمكانية أن تستبعد ظهور النساء، ولذلك أنا أيضا تدخلت في موضوع النساء أن يحاول أن لا يقحم الأدوار النسائية، لا تقحم في المسلسل. التاريخ موجود في مسلسل. لا هو شيء يصير في المسلسلات التاريخية أستاذ عبد الله، يصير قصة حب ويصير يعني إدخال النساء من أجل وجود النساء. إحنا الآن عندنا حقبة فتنة وفيها حروب وكذا، فإحنا الأدوار اللي رأيناها لابد أن تكون هناك أدوار نسائية أتينا بها، يعني لا نريد أن تكون هناك يعني بقية يعني المسلسلات. أنت المستشار الشرعي للبرنامج، كيف تجيز؟ يعني أنت تقول أنا ما أجيز النساء، كيف أنا شوف تجيز دورها في 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 المسلسل؟ يعني أنا لما أجي أنا مثلا أقتدي بالشيخ حسن الحسيني وأعرف أنه الشيخ حسن الحسيني وفق الضوابط الشرعية، وأروح أشوف المسلسل وأستمع إلى الموسيقى وإلى وأشوف الحريم، وبعدين هالذنب هذا عليك مثلا؟ لا بقول لك شغلة أستاذ عبد الله، أنا جهة استشارية وليست جهة إلزامية. يعني الآن حتى الأخوة الذين قائمون على هذا العمل عندهم فتاوى تجيز ظهور النساء بالضوابط، وتجيز أيضا الموسيقى، يعني في علماء أجازوا وأنا كنت أرى بالتحريم، لكن هناك علماء آخرون يرون يعني الموضوع فيها أخذ ورد، يعني وإن كنت أنا أميل للحرمة. فأنا جهة استشارية أحاول وقت التنفيذ ألتزم بالفتاوى التي أتت بها الجهة المنتجة. نعم. وهذا أولا. ثانيا نحن حتى في ظهور النساء كما ذكرت حاولنا أن لا تكون هناك أدوار مقحمة، ثم التزمنا بالضوابط الشرعية. يعني ما تأتي امرأة بالمكياج، يعني حاولنا أن نمنع المكياج، وتدري أنت الحرمة تمنع المكياج صار لها عصبية، يعني احنا حاولنا إظهار النساء من غير مكياج. ثم حاولنا أيضا يقال في التصوير كلوز، يعني خففنا الكلوز، يعني حاولنا نأتي بالمظاهر المشاهد البعيدة يعني. لكن وهالمسلسل ما في تلامس بين الرجال والنساء، لو لاحظنا ما في رجل يلمس امرأة، هو ولا الزوجة تكون على فراش زوجها. من الأشياء أيضا أنه كيف أنا أنظر إلى هذا الممثل بدور صحابي، وبعد شوي ممكن أشوفه في فيلم ولا مسلسل في حضن فتاة، يعني هذا الشيء قد يعني يثار.
صح، ولذلك حاولنا ناتي الذي يعتبر دور حسن وحسين يعني يعتبرون غير معروفين في عالم التمثيل وليس لهم تاريخ فني اصلا، يعني مبتدئون في عالم التمثيل، وثم يعني العمل التاريخي المتقن يعني لما تظهر بهذا المكياج، وانا على يقين لو ان ظهر من مثل دور الحسن وحسين في برنامج او دراما يعني اجتماعي لن يعرفه الناس. لكن وهذا ايضا سؤال يعني يدفعني الى سؤال، قضيه لماذا الحسن والحسين ممثلين مغمورين بينما معاويه لا انتم جبتوا رشيد عساف، فهل هو نوع من انواع انه تجميل صوره معاويه على حساب الحسن والحسين؟ هذه من التهم الشيعيه التي توجه لكم. صح، طبعا احنا في البدايه حاولنا ان نظهر الحسن والحسين من يؤدي دور الحسن والحسين نجوم، فتحركنا على هذا الأساس، لكن كانت موافقات واعتذارات موافقات واعتذارات لكثرة ما صار ضجة على هذا العمل. فاستقر بين الوضع في النهاية لماذا لا نأتي، وهذا صار لمصلحة العمل أن نأتي يعني بشخصيات تجسد الحسن والحسين وفي نفس الوقت غير معروفة، وسبحان الله كان الإتقان واضح في شخصيتين من خالد غويري ومن محمد المجالي الذين جسدوا الحسن والحسين، كان بحمد الله تعالى في توفيق من الله عز وجل انهم اتقنوا اداء الشخصيتين. هل عرض العمل على مرجعيات شيعيه واستصدار فتاوى منهم؟ طبعا صار توجه الى يعني قبل يعني البدء في العمل الى جهات شخصيه شيعيه، كان في فتوى ايضا موجوده فتوى للسيستاني في موقعه، ايضا توجهنا لمحمد حسين فضل الله واصدر لنا فتوى بالجواز، وايضا قال يعني طيب ليش تستفتون الشيعة اصلا؟ ايش يضطركم انكم تستفتون مرجعيات شيعيه؟ طبعا احنا العمل لابد ان نعلم ان القائمين عليهم اهل السنه، طيب فالفتاوى الاصليه كلها من اهل السنه، لكن يعني حتى يكون هناك نوع من يعني التوازن يعني ان اصدرنا فتوى من نعم الشيعة. الاشراف اعترضوا على تصوير العمل، ورئيس اللجنه الخاصه لضبط وتوثيق الاشراف في السعوديه الشريف هزاع العبدلي أبدأ استغرابه من تصريح الجهة المنفذة طبعا اللي أنت محسوب عليها تزعم موافقة الأشراف في المملكة، مشيرا إلى أن ما نشر خالي من المصداقية وفيه محاولة تضليل، حيث أن كبار الأشراف وأعيانهم في المملكة خاصة مكة والمدينة وباقي الحجاز موقفهم واضح وصريح منذ بداية الإعلان عن مسلسل الحسن والحسين، وهو الرفض المطالبة بإيقافه ومنعه، ورفعوا أيضا أعتقد بحسب معلومات شب مؤكدة أنه رفعه خطاب للملك. أريد أن أشير في أول الأمر أن كل الذين أنتجوا هذا العمل أو ساهموا فيه يعني في كل زاوية هناك من الأشراف موجودين. نعم. يعني أنا الذين بدأت في هذا العمل أنتسب إلى الأشراف. المنتجين لهذا العمل فيهم من القتالي من الأشراف. الذين راجعوا النص تاريخيا فيهم محمد بن زنجي من الأشراف. الذين أفتوا العلماء الذين أفترون فيهم علي قرداغي من الأشراف ووجم آخر من الأشراف. فكل زوايا من زوايا هذا العمل فيه من الأشراف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الذي قاله الأشراف لا يمكن أن نقول الأشراف اعترضوا، ممكن أن نقول بعض أشراف، لأن لا يمكن أن نحصي كلهم ثم نقول كلهم، واضح من الأسماء التي ذكرتها أن هناك أشراف موافقون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأشراف ليست جهة فتوى بحيث نحن نضطر، لأن هذه قضية شرعية يجوز أم لا يجوز، نحن نبعد عن حكم شرعي. فالأصل في الحكم الشرعي نرجع نتوجه إلى يعني رأيهم، برأيك أنه ما يهم رأيهم. أنا أقول يعني هناك 14 عمل عن آل البيت مثل، وللأسف وهذا أقوله أنا متأسف لم نسمع فتوى للأشراف فيها. هل لأن تلك الأعمال كانت إيرانية وشيعية فلم نسمع فتوى لأهل السنة فيها؟ وهذا العمل هو العمل الوحيد السني، فمحاربته للأسف تمت محاربة أو استغلال بعض الأشراف في محاربات من قبل السنة. على صعيد آخر ثم نعم في نقطة أخرى أيضا أنا جمعت تواقيع، لو كان هذا الكلام فيه مصداقية أقول يعني جزء منه صحيح أن في بعض معارضة، ونحن نحترم هؤلاء الذين عارضوا، وأقدر أن هؤلاء ما عارضوا إلا من أجل غيرتهم على آل البيت. هذا أقدره لا شك، ونحن أيضا غيرتنا على آل البيت دفعتنا لننتج هذا العمل. نحن أيضا حصلنا على توقيع أكثر من 150 شخصية من آل البيت من وقعوا هذا العمل، ولو كان هناك إجماع من الأشراف ضد هذا العمل لوقف العمل. نعم. كما وقفت أعمال كثيرة. أيضا البرلمان العراقي صوت وبالإجماع في تاريخ 13/8/2011 أنه بوقف عرض هذا المسلسل على كافة الفضائيات العراقية. قناة بغداد هي القناة الوحيدة التي عرضت تقريبا 12 حلقة من ثم اضطرت إلى إيقاف هذا. لماذا يعني هنا يأتي لكم لوم، يعني هذه فتنة حقيقية أنتم أشعلتوها بهذا المسلسل في العراق مثلا؟
ليش كل الناس ضدكم بالإجماع برلمان؟ عطني مجال حتى أجيب على هذا السؤال. إحنا من أول ما أعلن المسلسل وخليني أعطيك مجال أكثر. الوقف السني ضد الموضوع هذا في العراق، الوقف الشيعي ضد المسلسل، يعني كل الناس ضدك في العراق. أنا أقول لك شغلة، أولا يعني المسلسل حورب من البداية، مما أعلننا ارتفعت الميزانية من 1.5 مليون دولار إلى من كم؟ من 1.5 مليون دولار إلى 8 ملايين. نعم. وكنا نطرد من دولة إلى دولة، وكان عندنا تصميم لتنفيذ هذا العمل، ولذلك الآن الفتنة التي كانت يعني. هل هناك جهة سياسية وقفت داعما لكم خلف هذا العمل؟ إيران أعلنت أن هذا العمل تدعمه الوهابية، ما أدري من الوهابية يقصدون بها من السعودية مثلا؟ أي نعم، هذا الذي أطلقوه. ونحن نعلم أن هذه الجهة التي أنتجت هذا المسلسل هي جهة قطرية أصلا، شركة مؤسسة النور، شركة النور القابضة. الشاهد، هل الحكومة القطرية دعمتكم في هذا المسلسل؟ لا إنتاج فقط هذه الشركة المؤسسة. نعم. الشاهد، هذا من ضمن الإشاعات التي خرجت على هذا العمل، ونحن طردنا من دولة إلى دولة. طيب، فتمت، وكان عندنا تصميم لتنفيذ هذا العمل، حتى قال منتج العمل، قال أنا أنفذ هذا العمل حتى هو مؤثر على المريخ. طيب، يعني زادنا إصرارنا. ثم الفتنة المزعومة، لم تحدث أي فتنة إلا في عقول هؤلاء الذين حاربوا العمل. في الواقع لم نرى فتنة، ولذلك لو عمل استفتاء من الذين شاهدوا العمل، والحكم على شيء فرع عن تصوره، الذين شاهدوا في تونس وفي المغرب وفي مصر وفي الخليج العربي، ما هي مخرجاتك من هذا العمل؟ والله جاءتنا رسالة أن هناك من المشاهدين أعادوا صياغة مشاريع حياتهم بعد أن شاهدوا هذا المسلسل. لكن هم الشيعة يقولون أنه هم تبنيتوا النظرة السلفية الوهابية بأن القاتل والمقتول التاريخية، بأن القاتل والمقتول على حق في المسلسل. احنا بالنسبة للبرلمان العراقي أيضا، أنا أقول وقلتها في قناة الجزيرة لما صار القرار، قلت لقد قتل الحسين في العراق مرتين، مرة في الميدان ومرة في البرلمان، قتلوه في كربلاء ثم قتلوه هذا المسلسل في البرلمان. ثم إيش، هل مشاكل العراق العراقيين انتهت من السياسية حتى يناقشوا قضية فنية في البرلمان العراقي ويأخذون فيه قرار؟ ولذلك أنا شكرت البرلمان العراقي في قناة الجزيرة وقلت له أنا أشكرهم لأن نسبة المشاهدة ارتفعت بعد منع هذا المسلسل في العراق، واتصلت بي مدير قناة بغداد وقال استلمت أكثر من 8000 رسالة فقط قبل التوقيف، لما صار الكلام في البرلمان قبل التوقيف، من 8000 رسالة من الشيعة قالوا أرجوكم لا توقفوا هذا المسلسل. ثم قال لي يعني توقع أنه سوق المسلسل؟ لا، لأن كانوا الشيعة اللي تابعون منسجمين مع العمل، العمل لم يسيء إلى أي شخصية، كان يقدم آل البيت على أنهم قدوات وليسوا يعني كما أثير في المسلسل. ثم رفعت لافتة في كربلاء لا تشاهدوا مسلسل حسن وحسين، فتمت محاربته فعلا. يعني لا، يعني هناك يعني أنا قلت لك وجهة النظر الشيعية أنه القاتل والمقتول كلاهما على حق، وأيضا من الكتاب السنة، دعني أكمل، من الكتاب السنة من قال أنه أنت تسيء إلى الصحابة باسم الدفاع عنهم؟ كيف؟ أنه هذا بهذا الشكل أنت تحاول أنه تلمع الصحابة بشكل معين وتعطيهم أنهم كلهم على حق، وأنت من حيث لا تشعر أن أنت تسيء إلى الصحابة. لابد أن نعلم يعني هي هالقضية متعلق بالحقبة، هذه حقبة الصحابة، ما جرى بين الصحابة وآل البيت، ما جرى بين بعض الصحابة وبعض آل البيت. طيب، نحن الذي يقول أن أظهرنا القاتل المقطوع على الحق هذا مخطئ، بالعكس أظهرنا أن كان هناك أخطاء من الصحابة، أن معاوية بن سفيان أخطأ عندما قاتل علي بن طالب في الصفين، أظهرنا خطأ معاوية عندما ولى يزيد، وأظهرنا ندم علي بن طالب وندم طلحة والزبير عندما خرجوا إلى موقعة الجمل. بالعكس، أظهرنا الأخطاء، أظهرناها كما وردت في التاريخ. أنت وصفت العمل بأنه أضبط عمل تاريخي سيعرض على الشاشات العربية. طبعا الكلام الكثير جدا عن قضايا الملاحظات الموجودة في العمل، أنا لن أدخل فيها يعني بتفاصيلها، لكن هناك ملاحظات كبيرة جدا من بحجم أنه عبد الله بن سبأ الذي اعتمدت عليه بشكل أساسي في المسلسل، وعبد الله بن سبأ يعني كثير يقولون أنه هذه أساسا شخصية مختلقة وليس له دور، وإن كان موجودة وحقيقية ليس لها الدور التي أشرتم لها، وفي بعض الأخطاء أو بعض الأشياء الذي مثلا أنه المفترض أنه يكون لقوه على إبل من إبل الصدقة، لا أنت حطيته خيل، ومن هذه الأخطاء. يعني أولا نشوف بالنسبة لشخصية بن سبأ،
طبعا بالنسبة للروايات التاريخية أولا كشيء عام أنا فيها الكثير. بالتالي نحن شكلنا اللجنة التاريخية حتى نحاول أن هناك حقيقة تاريخية، هناك خبر تاريخي، هناك معالجة درامية. العمل قام على هذه الأسس الأربعة. ففي حقيقة ما نجادل فيها أن 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 مثلا كانت موقعة أن الحسين قتل في كربلاء، أن 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 عثمان قتل محصورا، وهكذا يعني هذه حقائق. وفي خبر، الخبر هناك روايات صحيحة وروايات ضعيفة، فقدمنا الروايات الصحيحة وحتى أخذنا بعض الروايات الضعيفة التي لا تتصادم مع نصوص واضحة. بالنسبة لعبد الله بن سبأ هي شخصية بالإجماع موجودة في كتب السنة، والشيعة أشاروا إليها يعني حتى من كتب السنة تاريخ الطبري، طبقات ابن ساعد، المعارف للقتيبة، البداية والنهاية من كتب الشيعة، المقالات والفرق القمي، فرق الشيعة للنبختي، والنبختي ذكر عن هذه الشخصية. فهذه شخصية مجمع عليها. متى ظهر إنكار هذه الشخصية؟ ظهر عندما بدأ المستشرقون يكتبون عن التاريخ الإسلامي. هذا المستشرقون أغلبهم من اليهود، فما أرادوا أن يحملوا اليهود هذه الجريمة. ثم لما أتى بعض الكتاب إلى مفكرين مثل طه حسين نقل هذا عن المستشرقين، ثم ظهر الطعن في وجود ابن سبأ في المتأخرين فقط. ثم لم نحمل ابن سبأ كل هذه، من إنصاف المسلسل لم نحمل ابن سبأ كل المسؤولية. أظهر ابن سبأ ممن لا يصنع الحدث ولكنه يستغل الحدث. في طريقتكم في 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 الرواية التاريخية ما اعتمدتوا أنتم بشكل على مصدر وحيد أو مصدر أساسي اللي هو سيف بن عمر التميمي في رواياتكم، وما جاء وهذا متهم بأنه بعضهم يقول كذاب أو وضاع أو إلى آخره؟ لا أبدا، كما ذكرت إحنا أولا اعتمدنا على حقائق، عندنا حقائق قرآنية في وصف علاقة بين البت والصحابة ورحماء بينهم، أن كانت بينهم صفة الرحمة موجودة حتى في خلاف في صفة الرحمة، وهذا من صفة الله عز وجل. ثم أتينا للروايات الحديثية، بعض الروايات في صحيح بخاري وغيرها من الكتب ذكرت بعض ما جرى من الصحابة في روايات صحيحة، ثم الروايات التاريخية التي فيها الخلاف فاعتمدنا الصحيح. الضعيف أخذناه في المسائل التي ليس فيها تعارض مع حقيقة قرآنية. لكن الكاتب يعني في روايات أن مروان هو الذي قتل طلحة مثلاً، وهو ضعيف فكيف لكن زي طلحة، يعني طلحة والزبير أنتوا حطيتوه في صف مين؟ في صف عثمان. وبعضهم يقول لك أن الحقيقة التاريخية هي عكس ذلك. عليه أن يثبت ذلك. الآن هما خرجوا طلباً وانتقاماً لعثمان، طبعاً هذه لا شك أن هؤلاء سيكون في صف عثمان. يعني خرجوا من مكة إلى العراق طلباً لقتلة عثمان، يعني معنى ذلك أنهم كانوا في صف عثمان بن عفان. الكاتب ليس مؤرخ اللي أنتم اخترتوه، مع أنه أنتم سويتوا مقابلات كثيرة واستقريتوا على الكاتب محمد اليساري. يعني وهو أيضا من كتب العمل الممنوع السابق اللي هو حق سعدون العواجي. ليش اخترتوا هذا الكاتب تحديدا رغم أنه كاتب درامي وليس هو مؤرخ أو كاتب تاريخي؟ احنا اولا قبل ان نختار هذا مررنا على مجموعه من الكتاب، يعني صار عملنا لقاءات يعني مع سبعه من كتاب السيناريو في سوريا. حتى تم اختيار محمد اليساري. نحن في الدراما لا نحتاج الى مؤرخ، نحتاج الى من يستطيع ان يستطيع لنا الحبكه الدراميه. وكما قلت نحتاج الى حقيقه ولا خبر ولا معالجه دراميه. طيب معالجه دراميه ذي مي قد تقلب الاحداث وتختلقون نوع من انواع الكذب علشان ينضبط المشهد ويصير السياق بشكل لا احنا نشوف احنا ما دام نعتمد على الحقيقه التاريخيه والخبر التاريخي تاتي بعض الفواصل الدراميه مجرد لتوجد نوع من الحبكه وليس كذب. يعني ما اتينا بحدث ما اختلقنا حدث عن يعني هو الاختلاق يعني كلها اكثر في الحوارات. ثم حتى اليساري نحن دفعنا له بكل الكتب المصادر التي اعتمد عليها. يعني ما خلينا براحته يعني يحبك لنا قصه يعني. ومن المشرفين التاريخيين او المسؤولين اللجنه التاريخيه المسؤوله عن اجازه العمل؟ طبعا علي الصلابي دكتور علي الصلابي من ليبيا، دكتور محمد برزنجي من العراق، محمد محفل من سوريا، دكتور خالد الغيث، وطبعا هو المتخصص يعني ماجستير دكتوره في هذه الحقبه يراجع لنا بعض الحلقات. يعني هم فعلا يراجعون ولا بس اخذتوا اسمائهم وحطيتوها لا دفعنا لهم كل الحلقات وراجعوها يعني. طيب هل قد يكون هم راجعوا النص على الورق لكنه لما راح كتصوير وبعدين صار كمونتاج يمكن انه المخرج والممثلين يعني ضبطوا بعض الاشياء من دون ما يرجعوا لهذه ومشي الحال؟ ولذلك احنا يعني كان في سير العمل ان هناك اثناء كتابه النص في مراجعه، بعد كتاب انتهاء النص في مراجعه، اثناء التصوير كنت متواجد، وانا اثناء التصوير حذفت بعض المشاهد الى هذه الدرجه، حذفت بعض المشاهد وانا عدلت في بعض المشاهد. نعم. ليش طيب؟ لان انا شو يصير؟ ساعات ليش ساعات تحذف؟ ساعات ياتي مخرج برؤيه معينه، ساعات يكتب النص
لكن يكون حس المخرج أو ممثل حس مختلف، لأنه متصور أن هؤلاء اختلفوا فيكون مثلا في نوع من الغضب. احيانا تجد ان هذا المشهد لو اضفته سيعني يعني يسيء لبعض الصحابه. وبعد ذلك بعد ما انتهى العمل في مرحله المونتاج ايضا حذفنا بعض المشاهد لانها قد كانت غير منسجمه مع الاخراج النهائي للعمل. لكن انتم ذكرت في المشاكل الانتاجيه انكم منعتوا من اكثر من بلد. انتم بداتوا العمل في سوريا، منعتوا من سوريا؟ اي بدينا في حتى مدينه، وحنا حصلنا موافقة من الجهة الرسمية. كم الشرعية. كلفتكم المدينة هذه؟ ما بين تقريبا 400,000 دولار. أيوة. نص مليون تقريبا يعني. طيب وبعدين؟ وبعدين قالوا لنا نهيات من سوريا أن هذا النص في شخصية ابن سبع وشخصية غير حقيقية. زين منع على هالأساس، وكأن كل مسلسلات سورية فيها شخصيات حقيقية يعني. عرفت؟ فمعروف أن هذا عبارة عن يعني. طيب وطلعتوا من سوريا وين رحتوا؟ لبنان. كنا نحتاج لبنان إلى القصور، قصور جو الشام. قصر معاوية كنا نحتاج إلى قصر بيت الدين والأشياء هذه. نعم. فصورنا فيه المشاهد، وكان في البداية كان مع سلوم حداد. طيب على طريق سلوم حداد، إحنا سمعنا إشاعة ونريدك أن تثبتها أو تنفيها، أنه هو الذي كان يقوم بدور معاوية. ولاحظ معي أنه غير مسلم سلوم حداد. صح. ودفعت له مبلغ يمكن 60,000 دولار أو شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك رأينا في الشاشه انه اللي طلع لنا رشيد عساف، ما طلع صحيح. سلوم حداد. احنا انا يعني هو اول صار اتفاق مع سلوم حداد ومثل ورحنا معاه للبنان، وتخيل انت الانتاج اللي صار. فجاه اعتذر سلوم حداد. ليش؟ قال عنده زميل مسلم، وقال لنا ما يجوز تمثيل الصحابه وتمثيل معاويه والحسن والحسين. ما يجوز وهو الظاهر مهتم بالفتاوى الشرعيه. واضح يعني، واضح انه في كان يعني يعني بعض الضغوط وبعض الإشاعات على العمل، وحصلوا بعض الممثلين فرصة يعني هذا ما عانيناه. كثير من الممثلين اعتذروا أثناء العمل، وهذا يعني سبب لنا الضغط في الضغط مادي يعني، لأن اضطرينا مرة ثانية نروح للبنان ونصور كل المشاهد. أي وبعدين أنت تحتاج إلى الممثلين الذين ظهروا مع مرة. طيب ليش ما كملتوا في لبنان؟ لا احنا بس كنا نحتاج جو الشام يعني في لبنان فقط يعني القصور وقصور يعني. لكن ايضا هل تعرضتم لعمليات ابتزاز؟ احنا سمعنا انه هناك عمليات ابتزاز $100,000 احيانا تصل بعض الممثلين. تدفع لي ولا بمشي؟ والله ما ادري، ما عندي علم فيها، بس اللي صار انه صار اعتذار من يعني اول مخرج صار اتفاق معاه اعتذر، من بعض الممثلين ابتداء صارت موافقه ثم اعتذروا، بعضهم دخل معنا في التمثيل وصور مشاهد ثم اعتذر، بعض المشاهد يعني تم حذفها بناء على هذه المشكلة يعني. أنتوا صورتوا أيضا في المغرب. نعم. ومنعتوا من المغرب. رحنا بعد لبنان رحنا إلى تونس، وتم أيضا طرد الفريق من تونس. ثم توجهوا الأخوة إلى مصر، المصر ما عطوا الأخوة تأشيرة للمعاملين معنا إيرانيين من المكياج، ثم راح التوجه إلى المغرب، وتمينا بنينا مدينة فيها كاملة. وبعد شهرين 3 شهور تقريبا ايضا جاء المنع من المغرب، لم تجدد الرخصه. طيب في الاخير وين نفذتوا؟ بعدين رحنا الى الاردن ايضا صار هناك تحرك، ظهرت يعني تاخذ موافقه من 3 جهات، فلما اصدرنا هذه الموافقات ايضا صار كلام، وكان في احتمال تسحب لولا يعني دور الشيخ احمد هليل جزاه الله خير، ويعني سعيه معنا في اصدار الموافقات يعني. بسالكم سؤال بكل صراحه يا شيخ حسن. طبعا أنت قبل قليل ذكرت أنه عندك أو فيه مكياج من إيران. هل يوجد ممثلون شيعة أو من الطائفة العلوية مثلوا في مسلسل الحسن والحسين؟ في الطاقم الفني بأكمله هناك مسلمون، هناك من مسلمين، هناك سنة، هناك شيعة، هناك دروز، هناك علوية، هناك مراشدة، هناك نصارى، يعني كل الطاقم الفني موجودين في كل الأديان والمذاهب. في والغريب الغريب أن بعض الممثلين كان مو من السنة، من الشيعة. أيوة. كان فرحان بالدور وفرحان بالحقبة وفرحان بالنص يعني. طيب وبعض الذين مثلوا دور الخوارج كانوا مستائين بالدور، يقول يعني أنا أقتل عثمان من البغال إذا كان لهم دور. نعم. مع فيقول أنا يعني يقول الدور مؤلمني يعني. مركز التأصيل الدراسات والبحوث في دراسة عن الحسن والحسين رؤية فنية شرعية قال أنه الهدف هو الربح فقط، فالمفتي بالجواز هنا استخدمه ملاك القنوات لرفع نسب المشاهدين للفحش والفسق. ورأت الدراسة أن أداء كثير من الممثلين
موجب للتعزير وكذلك الحجر على من أصر إجازة أدائهم. طبعا هذا يعني غريب أن مركز يعني التأصيل يعني يقول هذا الكلام ثم لم يتواصل يعني مع الجهة المنتجة ثم يطعن في النيات ويأخذ بدل ما هو يكون جهة دراسات يعني يتقمص شخصية قضائية ويصدر الأحكام بالتعزير وبالسجن وغير ذلك. يعني وهي قضية يا جماعة اجتهادية، يعني لابد أن نحترم عقول الناس. يعني الآن الدخول في البرلمان المشايخ يعني مشايخ السعودية رأوا أن هذه ديمقراطية وهي كفر، مع ذلك الشيخ باز بن عثيمين جوزوا دخول البرلمان وهو كفر من أجل تخفيف المفسدة. وكذلك دخول في البنوك الإسلامية أول ما أنشئت يعني دخل الإسلاميون في البنوك وهي تعاملات ربوية، معناه يعني ربا من الكبائر. لماذا؟ لإيجاد يعني بنوك إسلامية. كذلك إذن إعلام، ليش نحن تاركين الإعلام؟ الشيخ بن باز عليه رحمة الله، أتينا الشيخ بن باز، الشيخ بن باز عليه رحمة الله انتشرت عنه فتوى أنه يحرم التمثيل جملة وتفصيلا. والشيخ في آخر حياته تراجع عن هذه الفتوى، وفتوى موجودة في موقعه باسم المسلسلات والأفلام والأغاني هل يجوز سماعها. فماذا يقول الشيخ بن باز؟ يقول إذا كانت المسلسلات مما يذاع غيرها في فيديو أو غيره، أو قال فيه تفصيل، انظر الشيخ بن باز يفصل، تشرح أمرا ينفع الناس في الدين والدنيا كأن تذكر تاريخ غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كذا كذا، فيقول فهذا لا بأس به. طبعا هذه الفتوى يعني متأخرة، قطعا الشيخ يجيز التمثيل عموما مطلقا، ثم في احتمال أنه أيضا يجيز تجسيد الصحابة لأنه لا يمكن تمثيل غزوات إلا بظهور الصحابة، والشيخ بن باز طيب. من أدق الناس في استخدام المصطلحات. أنا ليس عندي وقت لأكمل باقي محاوري في هذه الجزئية تحديدا، لكن أختم بهذا السؤال. أكبر ملاحظة أنت شايفها على الحسن والحسين من وجهة نظرك إيش هي؟ يعني أكبر ملاحظة، أكبر خطأ، أكبر عيب من الناحية الفنية، التنقلات التي حدثت يعني في لا شك أنها أثرت في جودة العمل. من دولة إلى دولة أثرت في جودة العمل، ولو كان التصوير تم في مكان واحد لابد كان لا شك أنه سيكون أضبط شرعيا وأضبط فنيا. يعني نعم. ننتقل معك إلى الأيام السبعة، دعونا نشاهد ماذا حفلت به الأيام السبعة الماضية. الأيام السبعة، الملك عبد الله يدعو الخليجيين إلى الاتحاد، تفجيرات العراق تعود إلى الواجهة، تضاعف القتلى في سوريا مع توقيع البروتوكول، ميدان التحرير يرفض الاستقرار، تفاعل كبير مع مرض الداعية عبد الرحمن الصميد، الفاتيكان تعلن عدد المسلمين في العالم تجاوز عدد النصارى، انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن. الأيام السبعة، حياكم من جديد في الجزء الثاني مع ضيفي الشيخ حسن الحسيني. مفاجأة من العيار الثقيل يطلقها الملك عبد الله بدعوته في القمة 32 في قمة الرياض على دول الخليج، الانتقال من التعاون إلى الاتحاد. طبعا قادة دول الخليج رحبوا بهذه الدعوة، أنت كمواطن بحريني كيف تنظر إلى هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل المبادرة كل الشعب البحريني يمتنون كثيرا للملك عبد الله، ومتعب بالنسبه لنا شرف. والان يعني الاعلام السعوديه في البحرين تعانق الاعلام البحرينيه، وقد تجد احيانا الاعلام السعوديه في البحرين اكثر من الاعلام البحرينيه. يعني جزاه الله خير خادم الحرمين الشريفين ومتعب، كان له جهد على المنطقه يعني الخليجيه على وجه الخصوص الناحيه الامنيه والسياسيه، وقراره في ادخال درع الجزيره في البحرين يعني ادخل الامن والسرور والدعاء لأبي متعب. فهذه يعني قبل المبادرة نحن شاكرين له كل جهوده. أما المبادرة فأعتقد هذه لامست أفرحة البحرين، حتى ظهروا في نفس اليوم بتجمع شعبي في ساحة الشرفاء. فأقول أن لماذا؟ لأن هذا القرار لامس شعوب الخليج،
في ظل هذه التقلبات السياسية الكثيرة أتى هذا القرار بأن نحتاج إلى اتحاد، ننتقل من التعاون إلى الاتحاد. أعتقد ولكني يعني أتمنى أن يكون هذا الاتحاد أيضا يشمل اليمن، لأن الناظر في الخارطة يرى أن اليمن جزء من شبه الجزيرة العربية، وأيضا لو يضم أيضا إليها الأحواز فهم عربستان وهم أيضا جزء من الخليج العربي، وإن لم تكن هناك يعني هذه كبيرة يعني بعد شوي تقول لنا لا العرب شيخ كلهم والمغرب وال لأن الأحواز يعني هي أولى يعني مع تقديا لكل الدول العربية أولى من مصر ولا من المغرب. يبقى أن أصلا الأحواز هي دولة خليجية محتلة احتلت، وآخر وما رأيك أن خزع الكعبي وكان له تواصله وتواصله مع ملوك العرب وما رأيها، لم تكن هناك رسمية فلتكن مع شعوب الأحوازيين. نعم، في اليوم الجمعة الماضي وخلال هذا الأسبوع البحرين تحتفل باليوم الوطني يعني ذكرى 16 ديسمبر. هناك أزمة في البحرين في الفترة الماضية، هل انتهت هذه الأزمة؟ للأسف الشديد الأزمة لم تنتهي ولن تنتهي قريبا. لماذا؟ لأن الذي أحدث الفتنة في البحرين طرف إيراني وطرف أمريكي. ما دام الطرفان موجودان وما زالت المؤامرات مستمرة إذا الأزمة لن تنتهي قريبا. بالتالي على الشعب البحريني أن يعي هذا الأمر والحكومة البحرينية أن تعي هذا الأمور ولا ترقص على جراح البحرينيين. يعني الآن مرت البحرين بيوم وطني، طيب مشكلة خلي يكون احتفال محدود، لكن أن تستغل هذه الأحداث بالرقص وبالغناء واستقدام المطربين وتذاع هذه الاحتفالات على الهواء مباشرة، هذا إهانة للشعب البحريني بالشقين السنة والشيعة. يعني أننا نمر بأزمة وعندنا قتلى وعندنا جرحى وعندنا قطع طرق وعندنا معتقلين يخرجون وهناك يعني أمور كثيرة تحدث، ثم يعني ما أدري من هو المستشار الإعلامي الذي يريد أن يظهر أمام الناس أن البحرين ما فيها شيء وعندنا مشكلة. نحن هذه الأزمة في البحرين يعني جلالة الملك دعا للمشروع للصلاح في البحرين، لكن لا نرى الخطوات العملية الآن. يعني مشروع للصلاح أقولها صراحة وليسمعها الآن جلالة الملك، أقول له اتق الله عز وجل، نحن شعب البحرين في ذمتك يوم القيامة ستسأل عن كل بحريني. لا يمكن أن يكون هناك إصلاح سياسي ما لم يكن هناك إصلاح ديني. ما زالت الخمور تباع في البحرين، ما زالت دور الدعارة موجودة في البحرين، كيف يكون إصلاحي؟ وهذا الأمر هو مطلب كل سني وشيعي في البحرين. فعلى ملك البحرين اتق الله عز وجل، لا ما يرضى أحد يعني عربي مسلم بهذا الوضع الذي يصير في البحرين. كل ما يأتي غيور والله ما نعرف وين سكن الغيور الذي يأتي من السعودية أو الخليج، وين سكن فنادقنا كلها مبوءة بالأمراض وبالدعارة وبالخمور، وما أعتقد أن واحد خليجي مر البحرين لا لاحظ هذا الأمور. أقول إن كان نريد أن يرتفع غضب الله تعالى، نحن في البحرين في حالة ابتلاء، في حالة غضب الله عز وجل، لا يمكن أن يرتفع هذا الغضب وهذا الابتلاء إلا بالعودة إلى الله عز وجل. نعود إلى الله شعوبا. أثناء الأزمة امتلأت المساجد، صاروا كلهم طاوعة، الآن رجعوا إلى الشوارع ورجعوا بعضهم للأسف الشديد إلى ما كان عليه. علينا أن نعود إلى الله عز وجل ملكا وحكومة وشعبا، هكذا ستصلح الأوضاع في البحرين. لكن ثم نجد أن هناك حكومة لا تطبق قوانينها. أنا لا أستطيع أن أحترم حكومتي إذا لم تطبق قانون العقوبات. من فعل كذا يفعل به كذا، أنا اقتنيت قانون العقوبات وأتقرى فيه. هناك جرائم حدثت في أثناء الأزمة، هناك مصالح تعطلت، هناك شوارع احتلت، وهناك مجرمون أظهر. من الذي أظهر أن هؤلاء مجرمون؟ الحكومة البحرينية قد أن هؤلاء مجرمون، ثم الآن يطلق سراحهم. يعني يا أن نحن يعني مخطئون يا أن الحكومة غبية. أما أن تقول هي تقول أن هؤلاء مجرمون هذه جرائمهم، ثم تعرض الصور والمقاطع ثم تعفو عنهم، من الذي قال لن نقول عفى الله عما سلف؟ لسنا نحن الذي قلنا هذا الكلام. من الذي قال الشعب ضاق بأبعاد الشغب؟ لسنا نحن الذي قلنا. من الذي قال وإن عدت بعدنا؟ لسنا نحن الذي قلنا. من الذي قال من قال يسقط النظام تسقط على الطوفة؟ لسنا نحن الذي قلنا. القيادة والحكومة الذي قالت والطوفة الذي قالت تسقط يا بسيوني ورممها. فإذا هم لما أطلقوا هذه العبارات عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية. الشعب البحريني الآن متضايق محبط، ليس لأمر الآن صار هؤلاء هم المصعدون، هم البلطجية، وهم الذين وقفوا يوم من الأيام دفاعا عن القيادة. البحرين كلها صار ضد الحكومة وضد الخليفة، ومزقت صورهم في الدوار وعلقت المشانق في أثناء بعد تطهير الدوار. صرح رئيس الوزراء في جريدة السياسة الكويتية أنهم وجدوا غرفة فيها أربع مشانق، مشنقة لجلالة الملك،
مشنقة لزوجته سميشة، مشنقة لولي العهد، مشنقة لرئيس الوزراء. طيب هذه المعلومات أنتم ذكرتموها وأنتم أخذتم العهد لحماية الشعب البحريني. الشعب البحريني الآن غير آمن، والله لقد قالها البعض، يا أبو متعب ادخل البحرين وخذ الحكم إلى هذا الدرجة. ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، لكن هذا هو الواقع. وإذا كان الحكومة لا تشاهد فهناك مشكلة. إحنا ملينا من كلام والله الحكومة تشوف شيء إحنا ما نشوفه. شنو الشيء اللي يشوفونه إحنا ما نشوفه؟ إحنا نشوف تكاسل، نشوف تخاذل، نشوف رخوة، نشوف قانون عقوبات في البحرين لا يطبق. لماذا كتب هذا الدستور أصلا إذا كانت الحكومة نفسها لا تحترم قانونها؟ إحنا تبغينا نحترم الحكومة هذه؟ فنحن في مشكلة، مقبلين على أزمة، على الحكومة، على إجراءات الملك أن ينقذ البحرين من أزمة طائفية قد تحدث. ألا تعتبر هذا الخطاب الذي تتوجه به هو خطاب تحريضي طائفي تحرض فيه الملك على الطائفة الأخرى اللي هي الطائفة الشيعية؟ أنا الآن لم أتكلم عن السنة والشيعة، أنا أتكلم عن عقوبات، أتكلم عن حقوق، أتكلم عن قانون هم الذي وضعوه. إذا هم أثبتوا وأظهروا أن هذا مجرم لماذا لا يعاقب؟ وأنا صراحة أشوف أهل السنة من أكثر الناس عدلا. لو كان والله العظيم يعني الذي قام بهذا الجريمة أهل السنة نقول أطبقوا القانون على أهل السنة. بعض هؤلاء الذين موسكوا من أهل السنة، إبراهيم شريف من السنة، ونحن نطالب بإنزال العقوبة التي هم قيدوها على هؤلاء. نعم. أيضا من الأحداث اللي عندنا في تفجيرات العراق تعود إلى الواجهة، وفي أزمة سياسية، الجيش الأمريكي طلع، الهاشمي الآن في مذكرة اعتقال بحقي وموجود في كردستان، الصالح المطلق يعني المالكي يريد أنه يحجب الثقة عن المطلق. ماذا تنظر إلى هذا المشهد؟ هل هي ديكتاتورية جديدة من المالكي، أم أن هذه هي الديمقراطية الحقيقية وكل يمارس الدستور، أم أن هناك نفسا طائفيا في الموضوع، أم هناك تدخل خارجي يحرك هذه الأزمة؟ طبعا المشكلة بالمالكي وطارق الهاشمي منذ سنوات، يعني من أول حكومة المالكي عام 2006. لكن لماذا تحرك الآن المالكي، نوري المالكي؟ نعم. بعد خروج الجيش الأمريكي، يعني الأمريكان هم اللي كانوا يحمون الهاشمي؟ لا شك أن بعض السنة يقولون يعني أن نحن حقوقنا قد تضيع، وقد الإيرانيين والصفويين قد يكون لهم دور في قمع وسلب حقوقهم يعني. وهذا أول مشهد الآن، يعني مع أن هاشمي أنا أعتقد لم يقدم شيء كبير للعراق، يعني لم يقف في وجه الاحتلال الأمريكي ولا الاحتلال الإيراني، لكن هي تصفية حسابات. وكما قال المحللون العراقيون هي عبارة عن أن المالكي يحاول يصفي خصومه السياسيين، وقد تصل المرحلة إلى كسر العظم في العراق. لكن كنا نحن نراهن عليه إن شاء الله على الأقل لا تمتد هذه المعركة إلى صراع طائفي وإلى اقتتال بين السنة والشيعة. أيضا ميدان التحرير يرفض الاستقرار، وهناك مشاهد يعني كانت مؤلمة زي احتراق المخطوطات. المشهد اللي تراقلته وسائل الإعلام حق سحل المرأة وكشف ثيابها، كيف تعلق على هذا؟ طبعا أنا أعتقد مبدئيا ما يحدث في مصر نوعا شيء طبيعي، يعني في ظل يعني تغلغل النظام القديم ما زال فلوله موجودون، وهم لا يريدون حاليا الاستقرار، لأن استقرار الوضع في مصر يعني ملاحقة هؤلاء أتباع النظام السابق حسني مبارك. فأعتقد نوعا ما هذه مرحلة انتقالية، إن شاء الله نأمل ذلك تكون لصالح المصريين. ثم هؤلاء الجنود الجيش، يعني الجيش معروف حب الشعب للجيش المصري. أنا حتى سألت المصريين من هؤلاء الجيش بهالضرب وهالعنف، فقالوا هذا يعتبرون الأمن المركزي في الجيش المصري. من هم الأمن المركزي؟ الأمن المركزي يقول لك لما يتم تجنيد في مصر، تجنيد إجباري، يتم جمع هؤلاء ثم يقال لهم من يتقن الكتابة والقراءة يقف جهة اليمنى، فيقفوا جهة اليمنى. من لا الأمي يقف جهة اليسرى. كم ينقسم المجندون؟ إلى قسمين. لا، إلى ثلاثة أقسام. في قسم الوسط الذي لا يعني لم يتخذ القرار، هؤلاء يعانون في الأمن المركزي. نعم. الذين يتلقون فقط يتعودون على استقبال الأوامر. مفتي مصر لمفتي سوريا، هنا المفارقة، مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة أرسل لمفتي سوريا قال لا تستخدم الدين في دعم حاكم قاتل. كيف تعلق؟ طبعا يعني موقف أحمد حسون واضح جدا أنه يعني يحاول يستميت في الدفاع عن حزب البعث.
حزب البعث حزب يعني لا علاقة له أصلا بالدين. وشاهدنا في هذه الأيام القليلة الماضية كيف هؤلاء يسجدون لبشار، كيف هؤلاء يقولون لا إله إلا بشار، ثم يستنطقون هذه الجمل لجنودهم. أنا استغرب أن كيف شخص ويجعل صابغة دينية على هذا الموضوع. نعم. لا شك أن يعني كلامه صحيح يعني. عبد الرحمن اسمه التفاعل كبير جدا مع هذه الشخصية الإسلامية الكبيرة، الملايين من المسلمين يدعون له بالشفاء في حالة مرضية ألمت به، لماذا تعلق الملايين بالشيخ عبد الرحمن سميت؟ أنا يعني في تويتر كتبت عنه ملك بلا تاج، أعتقد فعلا هو يعني كما يعني انتصر للقضية الإفريقية، أعتقد لو ذكر المجددون في العمل الإغاثي في هذا القرن اللي ذكر الشيخ عبد الرحمن الأستاذ الطبيب عبد الرحمن السميط، يعني هذه قبول الله عز وجل لهذا الأرض. يعني الناس حاولوا أن يعني يكون لهم قبول، ورأينا يعني كيف طواغيت العرب الآن في هذا الزمن يعني يستميتون ويقتلون الشعوب من أجل الحفاظ على الكراسي، وكيف هذا الرجل قدم كل شيء نفيس من أجل يعني حتى الذين أسلموا على يديه ما بين 5 إلى 10 ملايين شخص يعني. فرجل عظيم ومن حقنا أن نقف معه وندعو له. بحمد الله تعالى تمنيت على صحتي، يعني الآن بدأ كليته تستقبل العلاج، لكن حالته دعواتنا له دعواتنا له بالشفاء. مجموعة من الأسئلة لدى الشارع، الشارع يسأل. الشارع يسأل. هل الشيخ حسن شيعي؟ السنة والشيعة والأشراف والصوفية كل منهم يدعي خدمة آل البيت بطريقة صحيحة، وش رأيك؟ هل تؤيد أسلوب المناظرات التلفزيونية بين الطرق والمذاهب المختلفة؟ حدثنا عن أبرز العلماء في البحرين. هل أنتم تفائل مستقبل الشباب في الخليج؟ الشارع يسأل. حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ حسن الحسيني. الشارع سألك مجموعة من الأسئلة، لعل يعني أول سؤال، هل الشيخ حسن شيعي؟ وفي تويتر حتى سألني واحد قال هل الشيخ شيعي وتسنن؟ عندي أبيات ممكن لو أذكرها. تفضل. يعني يقول عندي أبيات أجيب فيها على هذا السؤال، فقل أنا سني وآل البيت بيتي، وبحب الآل أحببت الصحابة، لأبي بكر وللفاروق أسدي، ولذي النورين أشواقا عذابا، وعلي نعم للمختار صهرا، طابت الزهراء إيمانا وطابا، ونساء المصطفى لي أمهات، فاكتسيت المجد تاجا وإهابا، دعوتي في حب آل البيت بر وفلاح، فقرأوا عنها الكتابة، لا أغالي في ولائي أو أجافي، أنا سني وقد صغت الجواب. بحمد الله تعالى أنا سني ومن أسرة سنية، ولم يحصل أي تنقل يعني من مذهب إلى مذهب. الشيعة الصوفية الأشراف السنة كل يخدم آل البيت بطريقته، ما الطريقة الصحيحة؟ طبعا الطريقة الصحيحة أن تتحدث عن آل البيت من غير غلو ولا جفاء، فنحن أمة وسط، نجد هناك حصل جفاء كما حصل عند النواصب والخوارج، وحصل غلو حتى من وصل بعضهم إلى تأليه آل البيت عليهم رضوان الله. هذول في الشيعة يعني أن أهل السنة هم الأقرب. يعني احنا كما ذكرنا بحمد الله تعالى نحن نعتقد اهل السنه اننا نحن امه وسط في كل ابواب العقيده، ومنها باب محبه الصحابه والبيت. قضيه المناظرات التلفزيونيه بين الطرق والمذاهب المختلفه زي اللي يحدث في قناه المستقله وكذا، انت تؤيد هذه؟ لها فائده؟ طبعا هي بحسب اداره هذه المناظرات. بعض المناظرات انا يعني دعيت لها فامتنعت يعني، لكن يعني بعض المناظرات اعتقد لها فائده اذا كانت ادارتها يعني تراعي الطرف الاخر وتعطي لكل طرف حقه في الكلام، ثم تكون الشخصيه التي تدير النقاش شخصيه محايده. بنعم او لا، هل انت متفائل بمستقبل الشباب في الخليج؟ نعم الحمد لله. شكرا لك شيخ حسن. الشكر موصول لكم انتم. وانقلوا عن الشيخ حسن الحسيني انه يقول لملك البحرين اتق الله. السلام عليكم.